ولا مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية تستعرضها لنا فاطمة خليل. شكرا محمد، شكرا إيمان، وأهلا بكم مشاهدينا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس بارد صباحا معتدا نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 20، الصغرى 13، اسكندرية 19 12، مطروح 17 10، بورسعيد 17 12، إسماعيلية 20 12، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 19 11، العريش 18 11، طابة 20 11، شرم الشيخ 25 17، الغردقة 23 15، وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 26 10، أسوان 28 14، الوادي الجديد 24 9، شلاتين 27 16، حلايب 25 15، وجوها أيضا معتدل. والآن استعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.